ما عرفتوا مين هالرجال الملتمين اللي ضربوا على الفرنساوي؟ ما احسننا نعرف، بس كانوا شي 10 رجال. طيب واهالي الحارة شو كانوا محملين بالطنبور؟ ما عرفتوا. ما عرفنا. هاد اللي فالحين فيه، بس ما عرفنا. مثل قلتكم. الله وكيلك يا عقيد، ما قدرنا نقرب. كانت الدنيا كلها فايتة ببعضها ورصاص على ابو موزة. لا حول ولا قوة الا بالله. روحوا انقبروا شوفوا شغلكم. امرك عقيد. جندال. امر عقيد. شمشم لي شو القصة. مالي مرتاح للطبخة. بامرك عقيد. برجان الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم يا شباب. وين كنتوا متخبيين؟ عليم الله ما انتبهنا لكم. هاي الشغله شغلتنا عمي فاروق، شغلتنا هاي. هدا ودود يا رجال. عمي عبدو هاي ليك الرزق كله على الطنابه، خلينا ننزل الشباب. وصل عمي عزه وصل، بس انتوا كلكم تاخرتوا، ان شاء الله ما في شيء. كان في دوريه فرنساويه على تم الشاغور، بس الحمد لله لحقنا صغيره. يلا يا رجال يلا بسرعه يلا شباب. هذا الطب يلا الله يقويكم. يلا شرف عقيد. شرف مضاي. أخي الله يرضى لي عليك، مو حكينا أنه غطات وطلعت امتصاص الليالي ما بدنا؟ أخي أنا عم بلطيلك على تشريحة رح تعجبك. إذا عم تحوص على قصة الفرنساوي شيلها من بالك بنوب. لا أخي لا، قصة الفرنساوي شلتها من راسي على الآخر، معقول أكسر لك كلمتها؟ لكان وين عم تغط؟ في تاجر جايته بضاعة، وبضاعة محرزة كمان، وبإذن الله رح تكون من نصيبنا. ماشي. عن إذنك أخي. زيبق إلا الفرنساوي. أمرك عقيد، أمرك. وابنك يا عكاش، ابنك لأيمتى بده يضل بعيد عنك؟ لأيمتى؟ لازم يرجع لي ابني، ولا علي ما علي، قبل هيك العمارة ما رح تشوف الخير بنوب بنوب. المونة اللي رح توصل اليوم لمعسكر الفرنساوي رح تكون من نصيبنا. ايه بس عكاش ماله مع القصة بنوب. حتى لو ماله مع القصة بنوب، أنا خلص قفعت معي وما عاد أعمل غير اللي براسي. يا سيدي وأنا معك، وزهير وناجي كمان معنا. اسمع اسمع شو راح اقول لك. الحصان